العلاج النفسي دايما موضوع مثير للاهتمام، والمعالج النفسي شخص حواليه أسئلة كتير في ذهننا، إزاي بيفكر أو إزاي بيحكم على الناس اللي بيتعامل معاهم كل يوم. والنهاردة هنتكلم عن كتاب هياخدك في رحلة مع العلاج النفسي وحياة المعالجين. أهلا بيكم، أنا محمود نشأت، ودي أول حلقات الموسم الثاني من بودكاست كلام كتب. والنهاردة هنتكلم عن كتاب ربما عليك أن تكلم أحد للوري جوتليب. لوري هي كاتبة ومعالجة نفسية أمريكية، بدأت حياتها العملية كمعدة في شبكة NBC، واشتغلت في مسلسلات مشهورة زي AR وFriends. وعلشان طبيعة مسلسل AR كانت بتقضي وقت طويل في أقسام الطوارئ، وهنا اكتشفت شغفها بالطب علشان تسيب هوليوود وتقرر تدرس الطب. ولكنها كانت لسه محافظة على حبها للكتابة وسرد القصص، وبعد فترة تنسحب من دراسة الطب وتتجه لتكون معالجة نفسية. إذن إحنا معانا النهاردة كاتبة بدرجة معالجة نفسية، ويمكن هو ده اللي خلى كتابنا النهاردة مميز بأكتر من طريقة. الأول كان الموضوع، وهو إن الكاتبة قررت تشاركنا قصص عن مرضى هي بتقوم بعلاجهم، زائد قصص شخصية ليها، زائد بحثها هي نفسها عن معالج نفسي. بدون حرق الأحداث، الكاتبة لوري جوتليب أخدت موافقة من بعض المرضى إنها تكتب عنهم مع تغيير بعض التفاصيل الشخصية، وده معناه إنك هتقابل قصص ومشاعر حقيقية فعلاً، وهتبدأ معاهم رحلة علاج من أول جلسة لحد ما يوصلوا للسلام النفسي، وهتكون شاهد على المراحل المختلفة للوصول لده. مثلا هتقابل الشخص اللي شايف إن كل اللي حواليه أغبياء ودايما عصبي ومضغوط وكل شيء بيعمله بصعوبة علشان الناس أغبياء، وهتقابل حالة تانية مريض السرطان بتحاول تتقبل حياتها اللي ممكن تنتهي في وقت قريب، تتقبل حياتها بدون ما تكون عايشة في قالب محاربة السرطان. وحالات وشخصيات تانية كل واحدة فيهم ليها أبعاد كتيرة ومشاكل مركبة، وهتشوف إزاي ببساطة بيتم تحليل المشاكل دي. وأكيد هتتعلم أمور مهمة، منها مثلا هتتعلم النصيحة، يعني لو عندك مشكلة فأنا ممكن أشوفها وأحددها بشكل أحسن، بس الحل اللي هقوله هيكون مناسب ليا أنا لو كنت أنا صاحب المشكلة، بمعنى أني سهل أعرف أنا المفروض أعمل إيه، لكنه مش لازم يكون الأنسب ليك. في الحالة دي بيكون الأنسب أني أساعدك لأنك توصل بنفسك لحل مناسب وأدعمك. الكتاب مش هيقدم لك حلول وهمية زي كتب التنمية البشرية، ولا هيبالغ في عظمة وذكاء صاحبة التجربة. وسر نجاح الكتاب انك تحس مجرد دردشة مع صديق، صديق قرر يفتح لك قلبه ويحكي لك كل حاجة من اسخف تصرفاته للدروس اللي اتعلمها. وده اللي هتشوفه لما الكاتبة نفسها يحصل لها مشكلة شخصية وتقرر بعد فترة انها تشوف معالج نفسي، وهنا هتتعرف على جانب جديد من حياة المعالج النفسي، بداية من مكان المعالج النفسي كشخص في المجتمع، وازاي الناس بتتعامل معاه وقد ايه بيحصل له مضايقات بمجرد ما يتعرف انه معالج نفسي، لحد رحلة البحث عن معالج نفسي. ولك أن تتخيل لما معالج نفسي قرر يختار معالج آخر علشان يساعده. ودي كانت نقطة ممتازة في الكتاب، والجيد هنا أن الكاتبة اعترفت أنها كانت زيها زي أي مريض، وكان عندها تخوفات وقد إيه اتعاملت بحذر وهي بتختار. وأهم مفارقة هنا أن في المسار العلاجي بيكون دور المعالج النفسي أنه يشوف المريض على حقيقته ويلاحظ نقط ضعفه وصراعاته الداخلية، ومن جهة تانية المريض وحتى وهو بيطلب المساعدة بيبقى عاوز يخفي نقط ضعفه أو أي صراع داخلي، وكمان بيبذل مجهود علشان يسيب انطباع يثير الإعجاب. وده بالظبط اللي وقعت فيه لوري نفسها، وهي معالجة متمرسة وعارفة كل ألعاب المرضى في إخفاء مشاكلهم الحقيقية. من المميز في الكتاب إنك تقدر تعتبره رحلة أو رواية مكتوبة كويس جدا كمان، وبأسلوب سلس ودمه خفيف في بعض الأحيان. والأهم في الكتاب هو التجربة الإنسانية للكاتبة ومرضاها ومعالجها كمان، كم من المشاعر والأفكار والمواقف هتعرفك إزاي ببساطة بنفكر وإيه اللي ما بنشوفوش في مشاكلنا، وأكيد هتتعرف على طرق العلاج النفسي المختلفة، وكمان هتشوف بفضل تجربة لوري كمعالجة ومريضة في نفس الوقت زاوية جديدة من حياة المعالج وهو بيتعامل مع مرضاه ومع مشاكله الشخصية، وإزاي إن ممكن يكون ربما عليك أن تكلم أحد حل حقيقي. الكتاب مكون من 640 صفحة مقسوم لأربع أقسام. بشكل عام الكتاب ممتاز جدا كموضوع وأسلوب، يمكن مشكلته الوحيدة هي الترجمة العربي اللي كانت غير مناسبة تماما مع كتاب زي ده. وفي النهاية ياريت اللي قرأ الكتاب يقول لنا رأيه، واللي مرهوش يبدأ يقرأ، الكتاب فعلا يستحق. ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وسبسكرايب. أشوفكم الحلقة اللي جاية، أنا محمود نشأت وده كلام كتب.